كلنا كنحماقوا على المملحات. هاد لا كوموند غادي نبارطاجي معاك كلشي بحشوات مختلفه. غادي نشوفوا هاد لا فارس شحال دخل لي في هاد القوام، كذلك الورقه البسطيله اللي عمرت لي ديك لا فارس شحال من كيلو، كذلك شحال خرجت لي من وحده من لي سيجار ومن البريوات كذلك، وثمن البيع اللي ديما كتسولوني عليه. فان شاء الله اليوم غادي نبارطاجي معكم كلشي، كذلك كيفاش درت طيبتهم، طريقه الاحتفاظ بهم في المجمد. ولكن البنات عذروني وسمحوا لي غادي نقولها لكم من الاول، راكو الا جربتوا هاد لافارس فعلا حتى الا وجدتوهم مثلا لرمضان راهم غادي يتكالوا قبل من رمضان وتضطروا تعاودوا واحد اخرين من كثره اللذه اللي فيهم. المهم اخواتي ما تنساونيش من لايكاتكم والبارتاج، ونمشيو على بركه الله باش نتبعوا تفاصيل الفيديو. فاخواتي هنايا اول حاجه درتها مشيت جبت البصله نقيتها اكيد وغسلتها، وغادي ندوز باش نشلطها هكا في الروبو طبعا باش نختصروا في الوقت وما نعيوش يدينا. فهنايا غادي ناخذ كيلو نتاع الكفته الهبره نتاع البقري اللي انا خديتها كفته ريجيم، فغادي كذلك غادي ناخذ كيلو نتاع البصله. فانا نعرفوا ان اللحم ولا الكفته كتكون مجهده، فداك الشيء علاش درت قد الكميه نتاع الهبره قد الكميه نتاع البصله. فانا شلطها هكا كتكون شويه يعني ما هي غليظه ما هي رقيقه باش ملي طيب ما يجيناش داك الشيء هكا بحال الحريره محرحر. المهم غادي نحاولوا انه نديروا في حدود المعقول. فدرتها في واحد المقلات، درت شويه زيت نباتيه تقريبا كاس الا ربع لان الكفته ريجيم عندي، درت واحد نصف ملعقه نتاع الزنجبيل، ربع ملعقه كبيره نتاع الفلفل الاسود ولا الابزار، والملح حسب الذوق اكيد. وغادي نغطيو على ديك البصله تحت نار متوسطه ونخليوها حتى يبدي يدخلها الطياب بحال هكا، وغادي نضيف شويه نتاع الخرقوم. فهاد الخرقوم انا علاش ضفتو؟ لانه غادي مازال ندير لاصوص صوجا، فلاصوص صوجا فيها واحد اللوين مع ديك الصفوره نتاع الخرقوم غادي تعطيني هكا واحد اللوين اللي هو زويون. حاولوا البنات انه داك الخرقوم ديروه غير على راس معلقه كبيره، ما تكتروش باش ما يجيكمش اللون تاعها فاقع هكا. المهم فرتت ديك الكفته كيف ما شفتوا معايا، درت واحد المعلقه كبيره نتاع الهريسه الحاره، ومن بعديها درت واحد الخمسه د المعالق كبار تقريبا في هذه الكميه نتاع القزبر ومعدنوس اللي قطعتهم هكا رقاق. المهم بالنسبه للهريسه نتوما غادي تحكموا فيها، المملحات كيجيو زوينين هكا ملي كتكون فيهم ديك اللذه نتاع الحروره. كل واحد وجهده، كل واحد وشنو كيبغي، حاره بزاف ولا حاره في حدود المعقول. المهم هنايا ضفت كذلك في اخر مرحله ضفت لاصوص صوجا، لكن عندي العاقده وما غاديش نغطي دابا على المقله، غادي نخليها باش ديك لاصوص صوجا غادي تدخل في الكفته وكذلك غادي تشحر لي ديك الكفته وتنشف من السوائل. ما بغيناش يكونوا عندنا السوائل باش ملي نعمروا الورقه ما ترطبش معنا ديك الورقه. صافي درت تقريبا معلقه ونص نتاع لاصوص صوجا كبيره من العاقده، وبيني وبينكم راني زدت واحد المعلقه في الخفاء. المهم هنايا صافي نشفات لي ديك العماره، خويتها درتها هكا في واحد الطبسيل باش تبرد، ومشيت في نفس المقلات بلا ما نغسلها بلا حتى شي حاجه. غادي ناخذ زوج كيلو نتاع صدر الدجاج ولا نتاع صدر الديك الرومي. فغادي ما ناخذش البصله قد صدر الدجاج، علاش؟ لانه صدر الدجاج كنعرفوا ان البنه نتاعو خفيفه ماشي بحال الهبره نتاع البقري. فانا درت كيلو نتاع الهبره نتاع البقري مع كيلو د البصله، لكن هنا غادي نحاول ندير زوج كيلو نتاع صدر الدجاج مع كيلو ونص نتاع البصل اللي حتى هو شلطو بنفس الطريقه. حاولوا انكم تخليو فيه العمر هكا كما كنقولوا، ما ديروش هكا يعني مشلط غليظ ولا رقيق، ديروه في حدود المعقول بينو وبين. فالمهم هذه هي الكميه اللي خرجتها لي كيلو ونص. صافي دابا جا الوقيته اللي غادي نشوفو كي نديرو لداك الدجاج ولا داك صدر الديك الرومي. المهم انا كنت غادي نستعمل الدجاج لكن ما صبتوش يتباع هكا، لان غير معقول انني نشري دجاجه وافيه ونقيها عاد ونحيد منها غير الصدر ويبقاو لي دوك الفخاد، لان لا كوموند ما خصكمش البنات تضيعوا فيها. ماشي غير شنعت انكم خدمتو، وانما شنعت انه خدمتو وربحتو
واستفدتوا وخرجتوا كذلك واحد لا كوموند اللي غادي ترضي الكليان ديالكم. فهنا يا اخواتي قطعتها كمكعبات شويه صغار، حاولت انني ندوزهم كذلك في الربوع. علاش هاد الاستيوس؟ هاد الاستيوس بغيت نطحن نصف الكميه نتاع داك الديك الرومي، غادي نطحنه ونديرو بحال الكفته، ونصف الكميه اخرى غادي نقطعو مكعبات صغار هكا، باش حتى ديك البصله ملي كتقلى وتنزل غادي تخلط لي مع الكفته نتاع ديك الرومي ولا نتاع الدجاج. يعني الانسان ملي كياكل هكا يحس بكل شيء لذيذ، وكذلك فيه دوك الطريفات نتاع الدجاج اللي هكا واضحين وباينين. هذا هو الهدف من هذه الطريقه. فانا نصف الكميه تقريبا طحنتها كيف ما كتشوفوا، يعني راني درتها كفته قدامكم، ونصف الكميه الاخرى غادي نقطعها رقاق مكعبات. والبصله راها فوق النار، درت عليها الزيت النباتيه تقريبا لهاد الكميه. غادي نديروا واحد الكاس نتاع العنبه، حتى الكاس ونص، لانه الدجاج ولا الديك الرومي كنعرفوا انه ناشف. ومدا بكم اخواتي الا كانت عندكم الشحمه نتاع الكلاوي غادي تضيفوها، غادي تعطيكم واحد البنه خياليه. فهاد لافارس انا ما غاديش ندير الملحه، لان السيده بغات المسوس والمالح. فغادي ان شاء الله حتى نطيبها، وفي ديك الوقيته غادي نعزل النص نزيد ليه الملح، والنص غادي نخليه هكا مسوس. فهنايا نفس التوابل اللي ضفتهم على الكفته غادي نضيفهم كذلك على صدر الدجاج، اللي هي الابزار، السكنجبير، الملحه ما درتهاش لكن نتوما ديروها، وكذلك شويه نتاع الخرقوم. اللي من بعديها غادي نضيف لاصوص صوجا اللي غادي تعطيني واحد اللوين اللي هو زوين. ضفت ديك الهبره نتاع الدجاج ولا نتاع ديك الرومي مقطعه مكعبات مع البصله، خليتهم يتشحروا. طبعا غطيت عليهم ملي داكشي بدا يدخل الطياب، ضفت الكفته لان الكفته ما كتاخذش لنا الوقت، وبقيت كنفرتت فيها. من بعديها ضفت ديك زوج معالق كبار هكا نتاع الهريسه، وبقيت كنخلط مزيان. وضفت كذلك لاصوص صوجا، دير واحد 4 ملاعق كبيره تقريبا هكا من لاصوص صوجا العاقده. فهنايا كنبدي نحضر دوك الحويجات الاخرين اللي غادي مازال نضيفهم لافارس. فخديت كيلو نتاع الزيتون، الزيتون بلا علفه غادي تغسلوه مزيان مزيان البنات، وتستقطروه من الماء، ومن بعديها غادي تطحنوه بهذه الطريقه باش يعطيكم واحد التهرميشه هكا زوينه كتشوفوا فيه. المهم المنظر نتاعو كيجي زويون بزاف. خديت الماء درته فوق النار، وانا في نفس الوقت كنقطع في داك الحامض المصير اللي عندي. فتقريبا غادي تستعملوا 3 د الحامضات لهذه الكميه. ومن بعديها درت داك الفيرميسال دو شين، خديت 3 نتاع العلب الحجم الكبير طبعا اللي فيها 200 غرام. غادي تضيفوها هكا على الماء وهو سخون مغلي لكن النار مطفيه، غادي ترقدوه هكا واحد المده. تقدروا كذلك على هذا الماء تزيدوا لاصوص صوجا واحد المعلقه كبيره حتى لزوج. علاش؟ باش تعطينا واحد اللون ونكهة كذلك. المهم ملي ترطب لينا ديك الفيرميسال دو شين غادي نحاولوا نصفيوها، نديروها في واحد الصفايه تستقطر مزيان. ومن بعديها غادي نمر هنايا باش ندير الشامبينيون. الشامبينيون درت زوج علب كبار في هذه المقلات، درت واحد المعلقه كبيره نتاع الزيت النباتيه، ودرت داك الحامض المصير اللي انا قطعته رقيق هكا، وبقيت كنشحر فيهم باش ينشفوا لي من السوائل، وباش النكهه كذلك تكون هكا مخلطه بيناتهم. من بعديها كيف ما كتشوفوا معايا كنضيف داك الزيتون المقطع الرقيق، ما ضفتش كاع كيلو وانما ضفت غير القياس ديالي. المهم بقيت هكا كنشحر فيه. المهم ضفت كيلو قل واحد الحفنه هكا، تقريبا كيلو قل واحد الحفنه كبيره. المهم انا هذا راه فلت لي في المونتاج اكيد. المهم كيوقعوا هكا شي حويجات، راسي قال لي بغيت نشرب اتاي وانا ندير البراد نسخنه، هذا الشيء راني كنطيب عند 12 د الليل. المهم اخواتي هذه هي لافارس، كتشوفوا انها غنيه بالكفته وكذلك بالقطع نتاع الدجاج. هذه لافارس نتاع الكفته نتاع البقري، واكيد غادي نجيب المقلات نتاعي اللي شحرت فيها ونشفتها من الماء داك الشامبينيون مع الحامض المصير مع الزيتون. وخديت هكا الفيرميسال دو شين، لكن هاد الكميه غادي ان شاء الله ما نضيفهاش كلشي على المملحه. علاش؟ لان في الاول ملي كنت كنصور معكم ديك لافارس نتاع الكفته، السيده بغات واحد الكميه كتكون مسوسه واحد الكميه كتكون مالحه. يعني انا وشنو غادي ندير؟ انا مشيت درت الملحه في كلشي، وسمو غد ليه ان شاء الله غادي نطيب فارس اخرى
ونضيف فيها ديك الفيرميسال دو شين. يعني هنا قسمتها على ثلاثة، يعني كل علبة ضفتها في طبصيل. فهمتوني كيفاش البنات؟ يعني زوج كيلو نتاع صدر الدجاج ضفت ليه علبة، وكيلو نتاع الكفتة ضفت ليه علبة لأن نعرفوا الكفتة مجهدة، وواحد الكيلو آخر غادي نطيبه إن شاء الله غد ليه، اللي هو هذا في الصباح. المهم داك الشي بات هكيك وتنكه وتنسم، وفي الصباح بديت نطيب بنفس الطريقة. غير شنو هي الطريقة؟ غادي تختلف شوية، ما هو القوام هو هو. المهم القصبر الإبزار وداكشي نتاع العطريه، وانا كنخدم وفي نفس الوقت كنقطع من هنا ومن هنا داك القصبر. من بعديها هو في المقلاة فوق النار حاولت نضيف له ديك الفيرميسال نتاع بالليل لانها نشفات معايا. كنحاول انني نطريها من جديد. كيفاش غادي ندير ليها؟ غادي نخلطها هكا في المقلاة ونخليها فوق المقلاة واحد زوج دقائق. خديت داك الشامبينيون ولكن درت فيه الهريسه، يعني الهريسه درتها مع الشامبينيون بخلاف على اللي وريتها لكم في الاول درتها مع لافارس. المهم نتوما تكونوا فنانين وتكونوا في التالي كلشي غادي يتخلط وغادي تسلكوا اموركم. ضفت شويه الزيتون ديك الحفينه اللي بقات لي من الليل كيف ما قلت لكم، ومن بعديها كلشي خلطته في المقله بخلاف على الوصفات الاولى اللي خلطتهم هكا في الطبسيل وصافي. هذه هي عندي هنا لافارس نتاع الدجاج اللي هي مسوسه، غادي نحيد منها النص وندير النص فيه الملحه. هنايا عندي الكفته المالحه هي هذه، والاخرى غادي تكون الكفته المسوسه. يعني زوج كيلو ديال الكفته اللي استعملت معاكم كلها، وزوج كيلو نتاع الديك الرومي ولا صدر الدجاج هو اللي استعملت في هذه الوصفه باش نعطيكم الكميه اللي خرجت لي. هنايا مشيت خديت واحد الكاس كبير نتاع الماء، ضفت فيه 4 ملاعق كبيره نتاع الدقيق وخلطت مزيان، كيجيني هو هذاك القوام. وعلى فكره حتى الكميه غادي تجيني حدو قدو، يعني ما غاديش نشيط منها. بالنسبه للبريوات غادي نستعمل الورقه ديال البسطيله الحجم الكبير، فانا غادي نقطعها هكا على النصف باش تجيني مقاده، والبريوات يجيو كبيبرين لان نعرفوا المملحات يبغيو شويه الحجم الكبير. فغادي ناخذ هكا النصف الاولاني ونمشي على هذه الطريقه، وانا كنسد فيهم هكا في الطبله حتى نعمر الطبله تقريبا بواحد العشرة نتاع هكا الصفوفه، ومن بعديها نبدي نطوي فيهم ونلوي فيهم على شكل بريوات. على فكره اخواتي المقطع والله العظيم الا مشالي كان صحاب لي راني نصور وانا ما صورت حتى شي حاجه، فتضريت انني ناخذ لكم هذا المقطع من واحد الفيديو اللي كان عندي قديم في القناه. المهم هذه هي طيه نتاع البريوات، غادي نديروا معلقه كبيره معمره مزيان حتى المعلقة ونص في هذه الكمية. علاش؟ لأنه فيها لافيرميسال، ديك لافيرميسال نحاولوا ندكنوها هكا. يعني أنا في البريوات اللي وريتهم لكم طايبين مصايبين تاع لا كوموند راني درت فيهم معلقة ونص كبيرة، ومن بعديها مشيت على هاد الطية حتى في الأخير سديتها كاع بلا ما تدخلوا لداخل ديك البقايا، لأن غادي كلشي ملي تقلى غادي ما يبقى باين حتى شي حاجه والحجم نتاعها كبير. فهنايا جينا لي سيجار. لي سيجار غادي ناخذ كيلو نتاع الورقه بالبسطيله ولكن الحجم الصغير باش يجينا هكا لي سيجار مقادين وهما هادوك. فالقياس نتاع المعلقه هنايا في لي سيجار غادي ندير زوج معالق كبار كيف ما شفتو معمرين نتاع لافارس، لان هذه معمره بالكفته. فغادي نحاولوا نطويو بهذا الشكل، نحاولوا نديروا شويه في الجوانب هكا داك الدقيق باش تجيكم ساهله ليا، لان شفت بزاف البنات اللي كتجيهم البريوات مثلا ساهلين ولي سيجار كيقولوا لي كانهم كيتشتتوا لينا في الزيت لاننا ما كنسدوهمش مزيان من الجوانب. فحاولوا اخواتي المبتدئات ديروا هذه الطريقه غادي تنفعكم مزيان. ها شوفوا بحال اللي كنسوديهم، ومن بعديها غادي تجمعوهم بهذا الاخر، الحجم تاعهم كيجي كبير ومعقول. وهذه هي الكمية اللي خرجتها معايا هاد المقادير. فدرت كيلو ونص اخواتي، كيلو ونص نتاع الورقة الكبيرة باش خرجت البريوات، ودرت كيلو نتاع الورقة الصغيرة
باش خرجت دوك لي سيجار، وغادي نقول لكم ثمن البيع. فانا كنبيعهم هادو نخرجهم ب 9 دراهم الوحده، لكن كتشوفوا انه لافارس معمره بزوج معالق كبار نتاع لافارس، وداك الشيء راه يدي حتى مجهود. خطينا عاد من القوام، ولكن يدي حتى مجهود، انه خايبه لكم بكل امانه. وخا نقولوا لكم في رمشه عين غادي تحضري واحد الكميه وفيره، هذاك الشيء يبقى غير هضره، وانك ساليتي من الشغل نتاع دارك، فهمتي؟ من تسالي لا كوموند تقولي سهله مهله، لكن ملي توقفي باش تحضريها راه والله العظيم فيها مجهود ومجهود، والانسان يتعب. وخطينا عاد من الروينه اللي كتكون في كوزينه، وداك الشيء شكون غادي يقادو من بعد. المهم هنا اللي بغيت نقوله لكم، انا قليتهم ما درتهمش في الفران. علاش؟ لان الورقه ماشي نتاع البخار، فحاولوا انكم تقليوهم كيجيو خطيرين خطيرين. وشنو هي؟ ما يجيوش نهائيا ميدمين. راه البريوات الا تقلاو بالطريقه الصحيحه، حاولوا النار ماشي تجهدوا لها وما تنقصوا لهاش، ديروها متوسطه، ولكن بقاو غير تقلبوا فيهم هاك وهاك وهاك، مره مره وقفوهم كيف ما كتشوفوا، لان بزاف الاخوات ما يعرفوش يقليو بالطريقه الصحيحه، كيحرقوا الزيت، ما كيعطيوهمش واحد اللوين اللي هو هكا مقاد، كيخليو الجوانب ديالهم ولا الحواف ديالهم بويض. فلا، هذه هي الطريقه. انا كتشوفوا راني جلست تعرفوا واحد المده وانا كنقلي فيهم هكا، وانا كنقلب هاك وهاك وهاك، ونحاول ما نحرقهمش، ونحاول نعطيهم واحد اللون موحد من جميع الجوانب، لا هما ولا لي سيجار. والنار غادي تبقاو تلعبوا بيها، مره تحاولوا تجهدوا تفيقوها، ومره تحاولوا غير تنقصوا لها واحد الفتيته، ومن بعد ردوها متوسطه. المهم هذه هي نصيحتي لكم اخواتي. من بعدها غادي تحطوهم هكا في واحد الكسكاس، غير باش يتستقطر مثلا دوك النقاط نتاع الزيت. ومن بعدها مباشره غير لما تديروا واحد الكميه هكا في المقلاه، غادي تمشيو تنقلهم لواحد الشبكه اللي عندها العيون واسعين كيف ما هادو. فكانت هذه هي الكميه اللي خرجتها، اللي خرجت لي 100 حبه نتاع لي سيجار بلس البريوات، يعني بزوج بهم 100 حبه، لان انا مشيت على حساب لا كوموند، كملت داك الشيء، خرج لي 100 حبه نيشان في هذا الشيء. ثمن البيع 11 درهم الوحده، كيف ما قلت لكم نتوما بغيتو ديروهم في الفران، غادي تحاولوا قبل ما تعمروا السيجار ولا قبل ما تعمروا البريوات، حاولوا تدهنوهم بواحد شويه نتاع الزيت النباتيه، باش ملي تدخلوهم الفران يجيوكم مقرمشين، واللون ديالهم يجيكم مزيان. وقبل ما تدخلوهم الفران اكيد غادي تدهنوهم حتى من الوجه بالزيت النباتيه، يعني في الاول قبل ما تعمروا غادي تدهنوا الورقه نتاعكم بالزيت النباتيه، وتحطوا لافارس وتطويو، ومن تجيو ديروها في الفران في الصني غادي تحاولوا تدهنوهم الوجه. السلام عليكم. ودابا اخواتي نتمنى ان فيديو اليوم تكونوا استفدتوا منه، نتمنى ما تنسونيش باللايك والبارتاج. هذه هي، خليتكم على خير، السلام عليكم.